استسمعك بس اضيف حد. اتفضل. حد لما بتحط في المواقف بيبان ياسر ابراهيم. شايف ان ياسر من المدافعين الجامدين جدا، بيقعد احتياطي ولما بينزل ما بيحسش. بس مش كل السنة يا دودار، يعني هو في كاس العالم هو اتطور الفتره الاخيره كويس. لا انت كابتن النهارده برضو في نقطه مهمه جدا، طبعا انت مدير فني كبير وعارف، في لعيبه ما بتستحملش تقعد احتياطي. انا بحب اللاعب اللي هو وقت ما بيطلب منه بيكون قدر من المسؤوليه. ده ياسر ابراهيم. هل 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 في رايك التعامل الذكي بتاع كولر ان هو خلق منافسه ما بينه وبين رامي ربيعه فوقت ياسر؟ لا ده ولا مفيش ذكاء خالص. الطبيعي صح والله انا معاك. صح المفروض يبقى محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. بس رامي ربيعه العمليه كان لا 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 كان كويس والله. ياسر افضل. ياسر والله كان كويس. ايوه كان كويس يا كابتن، بس دي مشكله كبيره جدا لما تغير الاثنين في القلب. دول مشكله كبيره. بس عايز اخدك يا ميدو في حاجه، ما دام احنا راس سنه بقى وقعده الحصاد دي فيها ميزه. انت راجل مدرب وبرضه دودار يقول لنا القصه دي، انت داخل على كاس امم، تاخد انسجام عبد المنعم وياسر ولا عبد المنعم وحجازي؟ قصدك في التشكيل الاساسي؟ في التشكيل الاساسي حجازي. انسجام حجازي، يعني حجازي بيضيف لك حاجات كتيره جدا كقياده وكقياده حتى لو مش جاهز 100%. مش قصدي كاصابه، كبدني ليفل تاني هجهزه خلال البطوله. يعني انت عندك اول طلب ماتشات تسمح لك ان لازم تدي حجازي. لازم حجازي ياخد هو عبد المنعم، يبقى هم السنتر باكين الاساسيين بتوع المنتخب. وراهم الشناوي يعني مش فكره ان انت عندك شناوي بمنعم بياسر بهاني أربعة في الخط الخلفي عندهم بينهم انسجام وعاملين نهاية كويسة. ما أعتقدش إن هاني هيبدأ. حجازي أفضل مدافع آخر 20 سنة. حجازي جامد طبعًا. آخر 20 سنة يعني من سنة كام؟ من سنة 2010 يعني. عداد الكلام ده قوي بقى. تعالى لي من سنة 2003؟ لا و10 قالوا 10 أنا 10 قصدي 13 من أول 2010. حجازي بعد وائل جمعة. حجازي أفضل من وائل جمعة بالنسبة لنا. أنا لعبت مع الاثنين. حجازي عنده القوة وعنده الكوره. طب ايه اللي ايه الميزه اللي بتميز حجازي عن كوره؟ كتير كوره. النهارده وائل جمعه، مع احترامي طبعا كابتن وائل جمعه، ده احسن مدافع في النادي الاهلي، حاجه كبيره جدا، ده الصخره. لكن لما لعب 4 4 2 ما عرفش يلعب كوره. حجازي مميز في النقطه دي، قوه، وكمان عنده نقطه مهمه جدا، بيمسك كويس، جامب كويس، وبقى يلعب كوره. عشان كده لما لعب 4 4 2 حجازي ابتدى ان هو عنده كوره. لكن وائل جمعه لما لعب 4 4 2 بان في الكوره بتاعته، انت لازم تحضر من تحت. لكن وائل جمعه يلعب سيرد باك مع ليبرو، مع سيرد باك جنبه، افضل مدافع يمسك مهاجم. لكن حجازي بيمسك قوه وبيبقى طبعا وهيدرز، وكمان بيبدا هجمه.